بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كل فترة وفترة تخرج بعض أفلام كأنها وثائقيات، أو بعض الناس كأنهم سافروا إلى إيران فينقلون إلى إخواننا المشاهدين على أنه مثلا فيه حارة من الحارات، فيه مسجد اسمه مسجد عثمان زنورين، أو يلتقون مع أحد معممين على أساس أنه مثلا عالم من علماء التركمان مثلا في إيران، وهو يتحدث على أننا بخير وأن عندنا مساجد وعندنا مدارس علوم دينية وما عندنا مشاكل والحكومة الإيرانية بخير وسلام وكل شيء زي الفل. هذه كلها أو كثير منها هي من بعض المتحمسين الذين لا يدركون معنى إيران، وبعضها كذلك من إنتاج الحرس الثوري لإخداع الناس في الخارج. أحبتي، لما نتحدث عن إيران، إيران ليست كأنهم يتحدثون عن بلد مثلا كان بلد شيعي صفوي طائفي ودخل فيها نزعة الإسلامية والسنية والعودة إلى القرآن والسنة. وكثر الأسئلة، الإخوة يستفسرون كوني أعرف المنطقة بشكل أوضح، فحبيت أوضح حقيقة قد تخفى على كثير من الناس، وهي أن إيران يا حبيبي لما نتحدث عن إيران تتحدث عن بلد 80 مليون، تتحدث عن بلد يبلغ عدد السنة في إحصائيات السنة وتقديراتهم 30 مليون نسمة. يعني تتحدث عن بلد جذور البلد هذا إسلامي، تتحدث عن بلد الإمام الطبري، عبد القاهر الجرجاني، إمام الحرمين الجويني، أبو إسحاق الإصفرعيني، الإمام السرخسي، أبو حامد الغزالي، الإمام مسلم النيشابوري، الإمام الكرماني شارح البخاري، تتحدث عن أبو داود السجستاني، تتحدث عن عبد القادر الجيلاني، خطيب التبريزي، أبو حامد الغزالي، ابن قتيبة الدينوري، تتحدث عن معقل إصفهان، معقل الإمام أبو داود الظاهري مؤسس مذهب الظاهرية، وتتحدث عن بلد سيبويه، وتتحدث عن بلد صاحب القاموس فيروز آبادي، تتحدث عن بلد فيه أباقرة العلم. هذا البلد أصله بلاد السنة، تاريخه، جذوره، تراثه، أدبه، الصفوية الشيعية الطائفية شيء وارد على هذا البلد. فأنت عندما تأتي وتتحدث أن هناك رأيت سنة في منطقة كذا يصلون سنة ولا أحد يمنعهم، أو أن في زاهدان عندهم مسجد كبير وهو أكبر مساجد إيران هو مسجد أهل السنة، لا غرابة في هذا. العجب في أن كيف هناك للشيعة هذه الصولات والجولات، كيف استطاعت الطائفية أن تقضي على مدن، كيف استطاعت الطائفية أن تغير أسماء مدن؟ كانت هناك مدن وقرى باسم عمر آباد، عثمان آباد، باسم الصحابة، هناك قبور الصحابة الفاتحين. كيف استطاعت الطائفية أن تغير اسم هناك منطقة اسمها خرد قرد؟ خرد قرد قريب إلى مدينة خاف. مدينة خاف على حدود أفغانستان، هذه مدينة الفاتحين، مدينة التي إلى الآن 100% سنة، إلى الآن أكبر نشاط السني في خراسان في هذه المدينة. هناك منطقة كانت مجمع علماء المسلمين كان اسمه خرد قرد. كيف استطاعت الصفوية هذا الخرد قرد، يعني ما معقل أو مجمع علماء المسلمين، كان علماء المسلمين يجتمعون هناك ليخرجوا فتوى في النوازل في قضايا علمية شائكة في يومها، استطاعت الصفوية أن يقضي على هذا العلماء وهذه القرية تماما، بقي فقط هذه المدرسة كعلامة
أثر تاريخي، ثم غيروا اسم المنطقة بخارجرد، يعني مجمع الحمير أجلكم الله. هذه هي عقلية الطائفية الصفوية، إيش تتصورون؟ إذا هذه التي لابد أن تبرز، ليس أنا، ليش السنة؟ السنة، السنة هنا موجودين، البلوش موجودين بهيبتهم ومنطقتهم، هويتهم، الإسلام هويتهم، الأكراد الإسلام هويتهم، لا يتنازلون فيها. وبالمناسبة سنة إيران من أقوى وأشم رجالات السنة، من أكثر الناس افتخارا بدينهم. يعني وجود السنة بهذا الحجم وأنهم يفرضون هويتهم على مناطقهم وعلى ويرغمون الحكومة أن تقبل أن تكون يكون لهم أكبر المساجد في البلد، هذا من حقهم. وهذا المسكين الغلبان الذي يصور ويقول والله نحن عندنا مدارس وكذا، من هذا حتى يتحدث في شأن السنة وفي شأن التاريخ وفي شأن البلد؟ هذا واحد مغمور مجهول لا يعرف حقوق المواطنة، هذا المسكين إيش يدري؟ هذا يتحدث أنا عندنا مسجد نقدر نصلي، هل حقوق المواطنة أنت كسني أن يكون عندك مسجد؟ هذا حقك؟ أين أنت في، أين تواجد 30 مليون بني آدم في السلك الحكومي، في الاقتصاد، في السياسة، في التعليم؟ أين مكانك؟ أنت ترسل أولادك إلى المدارس التي هي مدارس الحكومة، الدولة، بده يكون لك حجم تواجدك بهويتك هناك، ترسلها لهناك يلعنوا ويشتموا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ويدرسوا عبادة القبور والقبورية والوثنية والطائفية. أين حقوقك يا مسكين؟ هذا مسكين إيش يدري ما معنى الحق حتى يقول أننا بخير وكذا؟ فلما نتحدث عن إيران لابد هذه الرؤية تكون واضحة، ألا أننا نتحدث عن بلد وعن شعب شهم، عن شعب يقاوم الطائفية ويقاوم نزعة جاءت لتغير هويتها، ويناضل ويدافع عن هويته ويقدم شهداء قرابين لله عز وجل. كل مناطق السنة دون استثناء، كل قرية وكل مدينة قدمت شهداء، قدمت إلى الآن السجون الإيرانية مليان بهؤلاء الدعاة والعلماء وكذا. هؤلاء ليش؟ لأنهم قاوموا، وإلى الآن يعني كل إيران عبارة عن دماء علماء ودعاة أريقت للحفاظ على هويتهم، واستطاعوا. الآن في إيران إذا كان مثلا نتحدث عن إفريقيا أن هناك ناس يتشيعون، أو أن الجامعة المصطفى العالمية هذا يجي رئيسه يتحدث عن 50 مليون بني آدم نحن أدخلناهم في التشيع والطائفية وكذا، هذا الكلام الهراء والدعايات الإعلامية كذا، طبعا ما في عاقل في الدنيا يدخل في الطائفية إلا بالفلوس والفقر وشراء الذمم. لكن تحدث عن داخل إيران كم من الشيعة انقلبوا إلى دين الحق والتزموا بالقرآن والسنة، عدد المهتدين لا تتحدث عن مئات وعشرات الآلاف. هذا ليش؟ لأن السنة استطاعوا أن يرغموا النظام ويبقوا على هويتهم ويعتزوا بهويتهم ويدعوا إلى هويتهم رغم أنف كل هذه الموجة الطائفية الموجودة في المنطقة. فأهل السنة في إيران ليسوا غرباء، ليسوا يعني شيء دخلوا في إيش دخيلا في المنطقة حتى يعني نحن نتحدث أنا لو أن فلان في أهل السنة في المنطقة الفلانية عندهم مسجد لا، لابد أن نتحدث كيف الطائفية استطاعت أن يصنع من الصنم أبو لؤلؤ المجرم القاتل الذي قتل سيدنا عمر في المحراب، شهيد المحراب، يصنع منه صنما في مدينة كاشان ويعبدوه ويسموه بابا شجاع الدين، ابوهم الشجاع. هذا الذي لابد ان نتحدث فيه، ثم نفتخر بهويتنا، وان اخواننا السنه في ايران بداوا يغيرون موازين القوه في داخل ايران، وبداوا يعيدون الشعب الايراني المسلم ابناء امام
مسلم النيشابوري وأبو داود السجستاني وهؤلاء الأعلام يعيدوهم إلى الحق، إلى دين آبائهم وإلى دين الذي إيران كانت إيران يوم أن كانت السنة هناك، هم الذين كانوا يديرون إيران، وإيران أصبحت ذلا وما نراه الآن يعني شتيمة للتاريخ وللمنطقة منذ أن جاء هؤلاء الطائفيون الصفويين الذين يحكمون إيران. فاعتز بنفسك ولا تنخدع بهذه الدعايات التي تأتي من قبل الحرس الثوري وبشرك بأن الحق قادم إلى إيران وأن هذا الوباء الذي جاء وغيرت موازين الرؤى في العالم غيرت الأفكار في إيران، وبدأ الشيعة يلعنون هذه الأصنام وهذه الأضرحة ولا أحد يلتفت بهم ويلعنون، ما أتحدى معمما واحدا في إيران يخرج إلى الشارع وهو يلبس زيه الطائفي هذا ويخرج إلى الشارع من غير حرس يحرسونه. يعني الشعب الإيراني خلاص، الشعب الإيراني خرج من هذا الوباء الطائفي ومن هذا المرض الذي عاش فترة من الدهر تحت وطأته، وسيكون المستقبل في هذا البلد وفي كل بلاد الإسلام إن شاء الله سنشهد نوعا من النهضة وتنويرا، والخير قادم بإذن الله عز وجل. وأتمنى أن تكونوا دائما في رعاية الله وفي حفظه وفي ضمانه وأمانه، وتدعوا لإخوانكم المضطهدين في كل مكان. ربنا يحفظكم ويرعاكم يا رب.